السلام عليكم. الادوات اللي بتساعد في الشغل، في حاجه اسمها روم فينيشز، دي ممتازه جدا ومجانيه. بقول له انا عايز اعمل فلور فينيش، يعني هيمسك كل روم موجوده ويحط لها فلور فينيش. ممكن يكون عندك 50 غرفه وانت ما حطيتش فلور فينيش، مسيبها الاخر، فبتقول له فلور فينيش. وسكيرتنج بورد بيرسم حوايط حوالين حدود الغرفه اللي انت محددها او الغرف كلها. يعني هقول له مثلا انا عايز اعمل فلور فينيش، بيقول لي انت عايز كل الغرف ولا اللي انت محدده بس، ونوع الفلور ايه، وقيمة انت عايز انا قيمة ولا عايز بالبرامتر الارتفاع. يعني ممكن تقول له خلي الفلور فينش ده مثلا على ارتفاع 100 او 200 او 300 زي ما انت عايز، وتحدد النوع الطيب. اوكي، هيبدأ بقى كل غرفة يروح حاطط فيها الفلور على حدود على في مكان الروم، تمام، ويبدأ بنفس النوع اللي احنا اخترناه على ارتفاع 100. تمام، اتوقع ان يعمل كلاش، لان في بعض الحاجات فعلا معموله، في بعض الغرف معمول لها فينش. تمام، بيقول لي في بعض الغرف معمولها. اوكي تمام. بعد كده في اداة تانية برضو اللي هي السكيرتنج بورد. تمام، بيقول لي اختار كل الغرف ولا بعض الغرف اللي تعملها سيلكت. طب الارتفاع السكيرتنج بورد قد ايه، نوع الحاجات اللي انت عايزها، اي نوع من انواع دي هي اللي هتبقى الحيطة اللي على حوالين الروم، اللي هي اللي يعتبر الفينيشنج بتاع الوول. يعني كل وول موجودة هيبدأ يضيف لها فينيش في قلب الروم. تمام، هتقول له اوكي، هيبدأ بقى يعمل الموضوع دوت.